مساء الخير عليكم متتابعين قناتي وقناتكم كويزين شاما مبروك عواشركم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشارك معكم طريقتي البسيطه في تحضير التقليه أه كتجي لذيذه بزاف زوينه الصراحه انا كتعجبني بزاف فخليكم معايا اول حاجه غادي ندوز المكونات ديالها واللي غنحتاجو فيهم اول حاجه الكرشه والريال المهم هذوك المكونات ديال التقليه كنكونو ديجا غسلناهم مزيان مزيان نقيناهم بالماء والملحه وشويه ديال الخل كيف ما كتشوفو من بعد سلقناهم مزيان يعني حتى حيدنا منهم هذيك الريحه اللي كتكون فيهم ضروري انهم يتسلقوا في الماء والملحه مزيان من بعد خلينا حتى استقطرات مزيان كيف ما كتشوفو بالنسبه لباقي المكونات غنحتاجو بصله متوسطه الحجم مشلضه مطيشه محكوكه الثوم المعدنوس بالنسبه للتوابل الكامون الملح البابريكا البزار شويه ديال و والخرقوم فغنبداو بسم الله كنأخذو الطنجره ديال الضغط نوضعو فيها شويه من زيت الزيتون شويه من زيت نباتيه تقريبا ربع كاس مخلط ضفنا ليهم ال... الكرشه ديالنا كنضيفو عليها الثوم نضيف لهم التوابل الملحة البابريكا الكمون البزار شوية ديال السكينجبير والخرقوم الخرقوم لهم نضيفو ليهم مسل... مثل... مسل... مثل متوسطة الحجم المعدنوس ونضيف ليهم مطيشه محكوكه تقريبا درت هنايا زوج ديال الحبات ديال المطيشه وغنشحروا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان ما تنساوش ضروري انكم تستمروا في التحريك شويه هكا حتى كتحسوا بالتقليه ديالكم بدات كتشحر وغضيفوا الماء تقريبا جوج ديال الكيسان اولا ثلاثه الكيسان ديال العنبه من الماء يعني عينكم ميزانكم كتخويو الماء حتى كتغطى الكرشه ديالكم وما تنساوش الحامض مصير حتى هو كيعطيها واحد المذاق زوين ضروري انكم تضيفوه كتضيفوا غير اللب ديالو يعني ما كتضيفوش القشره كيف ما كتشوفوا بداو كيتشحروا لينا هاد المكونات فغادي نضيفوا دابا الماء كيف ما قلت لكم كتضيفوا الماء حتى كتغطى ليكم من بعد غتسدو عليها طنجرة ديالكم كتسدو عليها مزيان وكتخليوها حتى تطيب بالنسبة للطياب على حسب الحاولي ديالكم او للخروف ديالكم كي اللي كي طيب اللحم ديالو كي اللي ما كي طيبش دونك الكرشة ديالو حتى هي نفس الشي ومن غادي تطيب نرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت الكرشة كيف ما كتشوفوا معايا كتجيب هذا الشكل هذا فبالنسبة للتزيين بسيط كنضيفوا ليها شوية ديال الزيتون ضفت القشرة ديال المصير وشوية ديال المعدنوس من الفوق فكيجي المذاق ديالها زوين بزاف بزاف كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه طريقه بسيطه ما فيها حتى شي تعقيدات وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله من بعد ما طابت لينا الطبق ديال التقليه كيف ما شفتوا معايا في الصور كتجي زوينه بزاف فدابا غادي ندوز معكم ان شاء الله باش نحضرو قطبان ديال الكبده او لا بولفاف على حساب كل منطقة وكيفاش كيسميوهم فانا كنقول لهم غير القطبان ديال الكبدة كيف ما كتشوفو غنحتاجو فيهم الدوارة او غنحتاجو الكبدة والقلب انا ديجا الكبدة والقلب سلقتهم مزيان مزيان حتى تطابو دخلهم طياب مزيان فكاين اللي كيفضل انو يشويهم انا كيعجبني انني نسلقهم ونخليهم يطيبوا في الماء وشويه ديال الملحة مزيان وكيدخلهم الطياب يعني ماشي بحال الا شويتيهم فغنبداو بسم الله غناخدو الدواره ديالنا فهنايا قطعتها باش تجيني ساهله ونحاولوا نلويوها بهذا الشكل هذا باش كتهال علينا حتى في التقطاع ديالها وما كتاخذش لينا الوقت بزاف وغنبداو نقطعوها بالحجم اللي بغينا حنا فانا غادي نقطع بهذا القياس هذا وغناخدو الكبدة ونقطعوها حتى هي طريفة صغار أو متوسطين في الحجم ديالهم بنفس الطريقة كان القلب حتى هو اللي ديجا سلقناه او طيبناه مزيان في المول الملحة مع الكبدة كان حتى هو طريفات صغار ودابا غنبداو بسم الله ناخذ الدواره اللي قطعناها نوضعو فيها الكبده وكنلويوها بهذه الطريقه طريقه سهله وكاع المغاربه تبارك الله عليهم راه كيعرفوا ليها فبنفس الطريقه غادي نستمروا حتى نساليو ونعمروهم نوضعوهم في القطبان ديالنا ونرجع لكم ان شاء الله فمن بعد ما ساليت القطبان كيجيو بهذا الشكل هذا كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم يا ربي خصوصا طبق التقليه ابو الفاف او القطبان ديال الكبده كل شيء يعرفهم بالنسبه للتقليه كنتمنى انكم تجربوها بطريقة ديالي طريقه بسيطه بزاف